السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مساحة للرأي. أحدث المشاريع القومية تغيرا كبيرا في شكل وهدمهم الجمهورية الجديدة، وشهدت ثورة 30 مليون وهبة أيضا على مختلف الصعد، شملت إطلاق العديد من المشروعات القومية العملاقة التي ساهمت بشكل كبير في دفع عجلة التنمية نحو الأمام. وأيضا في النواحي الاقتصادية، حيث تمثل هذه المشروعات ثمرة جهد دؤوب وعمل متواصل من قبل القيادة السياسية في المقام الأول والحكومة المصرية، إيمانا منها بأهمية الاستثمار في البنية التحتية وكذلك تعزيز قدرات الدولة في مختلف المجالات، ذلك لخلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على السواء وتحسين مستوى معيشة المواطنين الكرام. حول هذا الموضوع يسعدنا أن يعني نفتح هذه المساحة للرأي التي يشرفنا فيها سعادة الدكتور أحمد البيلي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة. نرحب بحضرتك فندم. أهلا بحضرتك فندم. فرصة طيبة نلتقي بك في مساحة للرأي ونتعرف على الجهود ونترجم ما تم على أرض الواقع. هذه الثورة التي أفرزت العديد من الإنجازات ورؤى جديدة لبناء مصر الجديدة، كيف ترى هذا الأمر فندم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اللهم لا تحرمنا نعمة مصر أم الدنيا وسادة الأوطان. احنا بنقول اللي حصل في مصر في خلال 10 سنوات اللي فاتوا دول أكبر من إنه أكبر من إنجاز. ليه؟ دولة طالعة من ثورتين وكورونا وحروب بكل الدول المجاورة، وتقدر في خلال 10 سنين بهدوء كده تام إنها تعمل 26 محطة كهرباء، تعمل 7000 كيلو رصف طرق، وكان اللي مرصوف في مصر كلية 4000. تبني 8 مدن جديدة، تبني 22 مدينة صناعية، تعمل 8 مطارات، تعمل أكبر محطة لتوليد الكهرباء بالرياح في العالم وتدخل منصة جنس محطة راس غارب، تعمل قناة السويس الجديدة، تعمل نهضة في الريف المصري أنا بسميها أشبه بالمعجزة وهي تبطين الترع. صحيح. وده موضوع خفي على ناس كتير جدا. أنا بتبطين الترع بنقل حياة الريف المصري للمدينة. أنا النهاردة بعمل مشروع، لو حضرتك جينا نبص له يمكن ما خدش حظه إعلاميا وناس كتير جدا مش عارفة معناه، ولكن أنا النهاردة حافظت على ميتي، حافظت على البيئة اللي موجودة في القرية، حميت شعبي من الأمراض اللي كانت موجودة. صحيح. في الترع اللي كانت عبارة عن سم للمهملات. صحيح. المشروع اللي غايب على ناس كتير جدا وبقول ان ده فعلا لمس مع الطبقة الكادحة في الشعب المصري هو مشروع حياة كريمة. مشروع حياة كريمة، انا بعيد البنية التحتية وتهيئة المناخ لأربعين مليون مصري. ده مشروع هيجي التاريخ في يوم من الايام ويقول ان ده فعلا بناء مصر الحديثة. صحيح. او بناء مصر للمرة التانية. صحيح. الريف المصري بيتحول، حضرتك النهاردة الريف بقى فيه بريد وبقى فيه مستشفى وبقى فيه مدرسة وبقى فيه كل المتطلبات للحياة الامنة. هي دي حضرتك حقوق الانسان. حقوق الانسان ان انا اوفر المعيشة الكريمة لاهلي. صحيح. مش حقوق الانسان ان انا اطلع عامل مظاهرة ولا ان انا اكسر اسم شرطة. النهاردة ما بنقول ان احنا في مصر عملنا قناة السويس الجديدة اللي وفرت كتير جدا وزادت دخل القناة لمرتين، النهاردة ما بنقول ان مصر كانت ترتيبها 148 عالميا في شبكة الطرق والاولى عالميا في الحوادث الطرق. النهاردة بنبقى 18 في جودة الطرق وال 48 في الحوادث، فده في حد ذاته انجاز. صحيح. النهاردة ما بنقول ان انا طورت المواني اللي عندي كلها واضفت 4 مواني جديدة، ده في حد ذاته انجاز. النهاردة ما اقول ان انا عملت 4 قواعد عسكرية على الحدود بتاعتي تعد من أكبر القواعد العسكرية اللي موجودة في الشرق الأوسط، ده إنجاز. النهاردة لما أقول إن أنا حقل ظهر أي حد في العالم من الشركات اللي عاملة في هذا المجال تقول الحقل ده ما ينتجش قبل من 7 لـ8 سنين، أنت تنتج في خلال 18 شهر، ده إعجاز وبأيد وسواعد مصرية. أنا لما أقول النهاردة إن أنا بحافظ على سيادة الدولة المصرية في ظل المناخ اللي موجود، المناخ اللي موجود حواليك من 4 نواحي فيها كلها مشاكل، انت حافظ على سيادتك وعلى امنك وعلى امانك وعلى شعبك وعلى ضيوفك. صحيح. النهارده احنا ما يخفاش على احد ان احنا النهارده وصلنا بضيوفنا ل 120 مليون نسمه.
انت عارف حضرتك يعني ايه 120 مليون نسمه؟ او المشاهد عارف يعني ايه 120 مليون نسمه؟ ازاي تقدر تلبي متطلبات احتياجاتهم يأمنوا امانهم. صحيح. النهارده الناس زعلانه ان الكهرباء مثلا بناء لتخفيف احمال حاجه بسيطه. لا، انا بساعد دولتي، بص لها بمنظور تاني. صحيح. احنا وعينا في الدنيا ايام الحرب تطفي النور، والتمويل اللي بيجي من الدوله نطلع منه عشان المجهود الحربي. صحيح. عايزين نزرع في ولادنا الكلام ده، ان دولتك اما تحتاج لك ما تطلعش تشتم فيها، لا ده انت تساندها. النهارده انا لازم نعرف الناس ان اللي حصل في مصر في ال 10 سنين دول اقرب من المعجزه. النهارده بقول ان انا 120 مليون نسمه، تعرف حضرتك مثال بسيط جدا يعني ايه 120 مليون نسمه؟ يعني احنا قد دوله الكويت ودوله عمان ودولة الإمارات. نعم. ودولة البحرين. نعم. وتونس والجزائر والمغرب مجتمعين. مجتمعين. نعم. احنا بنتكلم في سبع دول. انت حجم سكانك حجم سكان سبع دول، يعني اللي بتقوم بيه القيادة السياسية في مصر بيقوم بيه اتنين رئيسة واتنين أمرة واتنين ملوك وسلطان. نعم. وانت النهارده جاي تطلع على السوشيال ميديا مش عاجبك، بص للانجازات اللي اتعملت. صحيح. عشان تفخر ببلدك. النهارده لما يبقى عندك خمس ست اماكن في مصر داخلين موسوعه جينيس العالميه واخدين مراكز عالميه، لما تعرف ان محطه عدلي منصور افضل محطه على مستوى العالم. صحيح. في التصميم والشكل العام والكفاءه اللي بتعملها، لما تعرف ان متحف محمود خليل اخد اعظم ترميم على مستوى العالم، لما تعرف ان عندك محطه زي محطه راس غارب اخد احسن محطه على مستوى العالم، لما تعرف ان 4 مليون و200 الف نخله اللي اتزرعوا في توشكا اخدوا اكبر مزرعه نخيل على مستوى العالم. صحيح. اما صحيح. تعرف ان انت في خلال خمس ست سنين احتلت المركز الاول على العالم في انتاج التمور. ودي حاجه ما حصلتش، عمر مصر ما كان لها في انتاج التمور. اما تعرف اسمح لي دكتور احمد الديري، حضرتك عضو الاتحاد العربي للتنميه المستدامه، ويعني استعرضت بشكل سريع في بدايه الحلقه ما تم من انجازات ناخذها بالترتيب، لكن يستوقفني ربما نقطه مهمه هي مساله الوعي والمحافظه على هذه المكتسبات التي تحققت في سنوات وجيزه من قبل يعني السيد الرئيس وتوجيهاته الحكومه الرشيده، وعي بقى الشعب بهذه الانجازات. انا بقول للشعب المصري اللي عايش في مصر، بص حواليك شوف الشعوب اللي عندك. نعم. ما هو النهارده معلش انت بتشتكي ومش عاجبك. طيب السوري اللي عندك واليمن اللي عندك والليبي اللي عندك والسوداني اللي عندك واللبناني اللي عندك والعراقي اللي عندك، دولهم راحت فين؟ صحيح. ده إلى يعني اللي راح مش راجع. ومثال شخص وحي وموجود. وموجود واحنا شايفينه وعايشينه. النهارده كل الدول بتصارع من أجل البقاء. نعم. السودان النهارده اتقسمت توعية اتنين، والنهارده يا عالم هتتقسم لكام؟ وده عمق، ده عمق استراتيجي ليك وأمن قومي ليك. صحيح. ليبيا النهارده من يوم ما وقعت ما حدش عارف ليبيا فين ولا رايحه فين ولا جايه منين. صحيح. لبنان الا ما شاء الله. طب احنا النهارده انت تقول الحمد لله وتقف جنب بلدك، ولا تقعد يعني ايه تشوف السلبيات ايه؟ لا انا عايزك بدل ما تشوف السلبيات اديني حل. يعني يا ريت المشاهدين اللي سامعنا بدل ما يطلع يقول لي انا عندي، انا النهارده قاري بوست جميل جدا 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 عجبني شخصيا، مهندس محترم بيقول ايه؟ احنا النهارده بنقول ان احنا دخلنا الغاز قسط على سبع سنين. طب ما نعمل مبادره بان محطات الطاقه الشمسيه تبقى برضو للمنازل بالقسط ونركب، يبقى احنا كده بنساعد الدوله في تخفيف العبء. على فكره عبء تشغيل محطات الكهرباء. صحيح. على الدوله عبء كبير جدا. صحيح. يعني احنا النهارده دي فرصه ان احنا في امس الحاجه لتكاتف الجهود كلها، يعني عشان احنا النهارده انا معلش النهارده انا اوفر فلوس اجيب بها سلاح عشان الظروف اللي البلد فيها. أيوة. احنا لا جدال ان احنا يعني الخطوره بتعمل من كل جانب. صحيح. ولا تسيب النور منور ويبقاش عندك اي ثقافه. حضرتك في حته صغيره كده لموضوع الساعه النهارده بتاع الكهرباء، مصر عندها 26 محطه كهرباء تكفي احتياجاتنا مرتين، ولكن المشكلة المحطات دي مش بتشتغل بالهواء، المحطات دي بتشتغل بمواد بترولية أنت بتستوردها. صحيح. أو مواد بترولية حتى لو مش بتستوردها، لو هي غاز عندك فأنت مطالب إن أنت تصدره، عشان أنت مطالب إن أنت يبقى عندك اكتفاء ذاتي، اكتفاء من الدولة متطلباتها. صحيح. صحيح. فأنا النهاردة الدولة بتحط مثلا وليكن مليون دولار عشان أورد أو عشان أنتج 100 كيلو وات مثلا، أنا بدي كمثال 100 كيلو وات كهرباء، المفترض إن المليون دولار دول أنا هلمهم من الكهرباء للأسف.
للاسف الدوله بتحط ثمن المحروقات وبتولد الكهرباء، والكهرباء 40% منها بتتسرق ومفقود. وللاسف عندنا اهمال جامد جدا في ان احنا ما عندناش وعي ان ننور ونطفي. احنا الدوله الوحيده فنن في العالم، احنا سافرت 26 دوله، الدوله الوحيده في العالم اللي فاتحه 24 ساعه. كل دول العالم الساعه 10 بتقفل، عدا مصر فاتحه 24 ساعه. طب ليه ما تعرفش؟ طب احنا ليه عندنا دايما تلاقي مثلا النور موجود بتاع الدوله بتاع المجالس المحليه والكلام ده منور، وانت برده عامل قدام بيتك نور. احنا لو بقى عندنا وعي ان احنا نخفض ونرشد استهلاكنا مش هنبقى في الازمه اللي احنا فيها دي. لازم نعرف تماما ان الدوله اللي موفرها لنا ما كناش نحلم بيها. حتى الدوله عدت من ثورتين وحرب ارهاب، شوف تكلفت عاتق على الدوله مبالغ ماليه قد ايه عشان تطهر سينا من الانجاس اللي كانوا فيها وترجعها سالمه امنه لحضنك وتدافع عنها لغايه النهارده وبكل شراسه وبكل قوه عشان دي بتاعتك. انت النهارده انت عارف يعني ايه بتصلح 4 مليون فدان؟ انت عارف يعني ايه ان انت كنت عايش على 7% من مساحه مصر، النهارده عايش على 14%؟ طب تعالى حضرتك نشوف حاجه بسيطه جدا عشان الناس تحس بقيمه بلدها. العشوائيات ده مثل بسيط جدا ومثل حي ورؤيه العين لاي مواطن مصري، واللي مش شايف يشوف. انا النهارده لما يكون عندي في 2008 حضرتك 48 مليون نسمه قاتل العشوائيات، وعشوائيات غير امنه لا صحيا ولا امنيا ولا بيئيا ولا اي حاجه. وطبعا ده ما كانش يخفى على احد، وياما الافلام والدراما بتاعتنا عرضت العشوائيات. نيجي النهارده في 3-4 سنين نعمل سكن بديل للعشوائيات، وانا بقول ان موضوع حل مشكله العشوائيات في مصر ده خير مثال لكلمه تنميه مستدامه. انا النهارده لما اقول ان انا عملت سكن بديل للعشوائيات في مصر، بس في نفس الوقت انا حليت حل لاولاد الناس الجيل الجاي من اللي ساكن في العشوائيات، ان انا وفرت له مساكن محدود الدخل. انا النهارده وفرت حليت مشكلتين في وقت واحد، لان انا لو كنت عملت سكن بديل للعشوائيات وسبته زي ما هو قدامي 10 سنين والاسمرات دي هتبقى كفر الاسمرات او عزبه الاسمرات واهالينا هتبقى كفر اهالينا. لكن انا وفرت سكن. مين يتخيل ان في شقه المواطن المصري بيدفع 12000 ونص عشان ياخد شقه يدفع 700 جنيه كل شهر؟ والامثله موجوده. صحيح. والنهارده في 16 احنا منتظرين الاعلان ال 18. صحيح. شوف حضرتك ده اتكلف على عاتق الدوله قد ايه. شوف النهارده لما كان يبقى اسمها تل العقارب والنهارده اسمها روضه السيده، شوف حتى اللفظ اختلف قد ايه، وداك منين لفين؟ من تل العقارب لروضه السيده. الاسم بس كفايه، الاسم يغني. روح اتفرج على المنطقه دي. لما نيجي نتكلم عن نتكلم حضرتك على المشاريع القوميه، شوف النهضه اللي اتعملت في سكك حديد مصر. احنا كنا بنروح اي دوله نقول الله ايه الجمال ده، مترو شيك قوي، دي ايه الحاجات دي؟ معقول احنا بنشوف الحاجات دي؟ النهارده احنا بنتريق اللي عندنا من غير مش بنفتخر. صح. لا ده احنا النهارده بنعملنا، لكن كلها افرازات لرؤى جديده لبناء الجمهوريه الجديده، وايضا يعني هو تغير كبير في شكل ومضمون الدوله المصريه. ما زال الحديث موصول مع ضيفنا، ضيف حضراتكم في برنامجكم مساحه للراي. اسمحوا لي مرة أخرى أرحب بدكتور أحمد بيدي عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، لكن نخرج لتقرير الصحافة ونتابع الآراء ونعود استكمال مساحة للرأي. نبدأ صحافتنا من الأهرام، حيث يؤكد الدكتور إيهاب وهبة على أن ثورة 30 يونيو تمثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، فهي بداية مرحلة البناء والتعمير، ومثلت المشروعات القومية المصرية التي دخلت موسوعة جينيس شهادة قوية على التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة والتقدم في المجالات كافة. وفي اليوم السابع يرى الدكتور وليد جدلة أن المشروعات القومية التي تم إنجازها تؤكد أن الدولة المصرية تعمل في المجالات كافة وتواجه الصعاب من أجل أن تمتد الجمهورية الجديدة إلى كل مكان في ربوع مصر، فسرعة إنجاز تلك المشروعات يبرهن على قدرة الدولة المصرية لاستكمال ما بدأته. أما في صدى البلد الدكتور علي سليم يكشف النقاب عن أن تنمية وتعمير سيناء عبر المشروعات القومية التي جاءت وسط تحديات صعبة هي خير دليل على التزام الحكومة المصرية بتحقيق أهدافها وتحويل سيناء إلى واحدة من أكثر المناطق ازدهارا في إطار خطة التنمية المستدامة 2030. ونختتم جولتنا بجريدة المال، ويشدد الدكتور مدحت نافع على أن تحرك مصر باتجاه المشروعات القومية العملاقة وسرعة إنجازها يعد تطبيقا للنموذج الأسيوي في التنمية، والذي حققت من خلاله نهضتهم الاقتصادية، فقد وضعت على رأس أولوياتها الاقتصادية بناء المشروعات العملاقة خاصة البنية التحتية.
كانت مرحلة البناء والتعمير وسط تحديات يعني كبيرة للغاية لا يتحملها إلا الشعوب المتميزة. نحسب أن الشعب المصري عظيم وهو يعني هو على رأس هذه القائمة. معنا أيضا في الاستوديو ونرحب بمرة أخرى دكتور أحمد بيلا عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة. أثر هذه المشروعات يا فندم في إحداث نقلة حضارية سريعة في سنوات وجيزة بما يعني تشمله من مناحي الحياة المختلفة مع أيضا المبادرات التي تبناها السيد الرئيس. هو حتى النهاردة على تعليقهم بس على كلمة مبادرات دي. إما مصر تبقى خالية من فيروس سي ده مش إنجاز. ده يحسب إنجاز غير عادي. ما الشعب المصري النهاردة كان بيلتهم أكباده فيروس سي. إما نعمل مبادرة 100 مليون صحة لمكافحة فيروس سي والأمراض السكر والأمراض الكبد ولكل المبادرة. النهاردة ما تشوف المستشفيات المصرية الحكومية كيف تحولت كانت فين وبقت فين. النهاردة ما تعرف إن ما في صفر انتظار في عمليات القلب المفتوح والدعامات والكلام ده مجانا. النهارده بقى ما عادش حاجه اسمها انك تروح لنائب مجلس الشعب او نائب مجلس الشيوخ عشان يجيب لك موافقه علاج على نفقه الدوله. النهارده بقى الكلام ده بيتعمل اوتوماتيك. النهارده بيخش المريض المستشفى سواء له تامين او ملوش تامين المستشفى بتعمل وبعد كده الاجراءات بتخلص. كل دي قاعده اتغيرت في البلد ولا ما اتغيرتش؟ النهارده اما نقول على في من ضمن المشاريع اللي لافته نظر جدا والمفترض تاخد اكبر من الدعايه اللي معموله لها انما نحول ارض الالغام لارض احلام. ودي مقولة انا قلتها من 5 سنين صحيح الشمولي كل لا العالمين حضرتك حولها من ارض الالغام لارض الاحلام. النهارده كان الالغام اللي مزروعه في العالمين ما حدش عارف يقول لك خريطتها ولا حد عايز يقول لك لان لو قال لك خريطتها هتقضيهم. تزرع عندي الغام صحيح. ويجي الجيش المصري يطهرها في خلال ايام وتتعمل اعظم مدينه في حوض البحر الابيض المتوسط السياحيه تجذب السياح من كل انحاء العالم وتخلي المصري اللي هو اللي عشته مرفهه اللي كان بيروح يصيف في تركيا وفي قبرص يفضل عندك في مصر. يبقى انا النهارده جذبت رؤوس اموال من بره وجذبت ناس من الخارج وفي نفس الوقت خليت المصري قاعد عندي هنا وشغلت ابني وابن حضرتك وعملت قصادها في الناحيه الثانيه. دعمات ثانيه يا فندم ان احنا ربطناها بشبكه طرق عملاقه بتسهل المسائل اللوجستيه التجاره الداخليه والخارجيه ردا على سفر الافراد وردا على الكلمه اللي دايما بيقولوا احنا ناكل طرق وكباري المتخلفين انصاف المتعلمين. الطرق في اي دوله هي اساس الحياه. ما الفائده في ان انا عندي مستشفى وما عنديش طريق يوديني ليها؟ صحيح. ايه الفائده ان في جامعه وابني ما فيش طريق يوديني ليها؟ صحيح. الطرق في اي دوله هي شرايين الحياه اللي في الجسم. ما فيش طرق ما فيش اي حاجه تتعمل. صحيح. واللي اتعمل في مصر في الطرق والكباري نهضه غير عاديه غير مسبوقه. دي حاجه من الحاجات. تعالى حضرتك نتكلم على مثل مدينه زي مدينه الجلاله. سيبك من انها مصيف انا استغلتها كمصرف لكن على مدينه الجلاله بتاعت الرخام والانجاز اللي معمول فيها والطفره اللي معموله فيها. النهارده لما نيجي نتكلم على ال 4 مليون فدان اللي استصلح منهم بالفعل وانتج 1,600,000 بنيجي نتكلم على الدلتا الجديده النهضه اللي بتتعمل في احياء مشروع توشكا يا فندم ده في حد ذاته دي, دي 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 مشاريع على فكره المشروع الواحد منها يوقف دوله على رجليه. بس احنا مشكلتنا كلها في عدد سكاننا. احنا بنزيد بطريقه غير عاديه. ثوره يناير قامت حضرتك وعدد الشعب المصري حوالي 80 مليون احنا النهارده بضيوفنا 120 مليون صحيح. يعني زدنا في خلال 10 سنين 50% على الـ على الـ على النقيض ده. في الاتحاد الاوروبي بيدوا دعم للي يجيب ولد او يجيب طفل مفيش واخد بالك. فاحنا النهارده شوف بنكافح ازاي. انت النهارده بتقول لي ايه فين مزارع السمك اللي اتعملت دي برضو من الحاجات من النهضه اللي اتعملت. المزارع اللي اتعملت اللي حضرتك مصانع الرمال السمراء منع تصدير المواد الخام وده كان من اوائلها المبدئي. تعظيم قيمه المنتج المصري ده في حد ذاته حاجه جميله جدا. النهارده انا معظم قيمه المنتج بتاعي بدل ما كنت بصدر رخام بلق بدل ما كنت بصدر الطينه السمراء الرمله السمراء بلق زمان انا النهارده بعمل لها عمليه تصنيعيه او عمليتين فانا بوصل لمرحله تعظيم القيمه بتاعتي. صحيح. انا النهارده الكلام ده كله بيعود عليا على شبابي ولا ما بيعودش على شبابي؟ لكن هو المشكله عندنا ان احنا دايما مستعجلين النتائج وعندنا ازاي
الزياده السكانيه بتخلي النتيجه مش باينه قدامك قوي. انت عارف النهارده لو ما كانش اتعمل المزارع او ال 100,000 فوق بتاعه القوات المسلحه اللي اتعملت كان سعر الخضار بتاعنا عمره ما يفضل بهذا الدرجه. يعني النتيجه حضرتك توصلت ليه الخضار يعتبر ما زادش عندك بنسبه زياده الاسعار التانيه المستورده. ليه؟ لان انت عندك انتاج من هنا مصري، انت النهارده بتحاول ان انت تنتج وفي نفس الوقت تصدر، ولكن مشكلتنا كلها حضرتك في الزياده السكانيه. صحيح. زياده رهيبه، فمهما تعمل مشاريع هي بتكون لو انت فضلت ثابت ده في حد ذاته انجاز، لان انت بتغطي الزياده وفي نفس الوقت بتوفر عشان تصدر. صحيح. احنا كل مشكلتنا النهارده ان احنا ندخل عمله صعبه ونقلل من الفاتوره الاستيراديه بتاعتنا، نقلل من الفاتوره الاستيراديه بتاعتنا. نعم. ونقولها تاني برضو، نقلل من الفاتوره الاستيراديه بتاعت عندنا فواتير استيراديه يا فندم قمة في السفه وقمة في التفاهه. وما احناش عارفين موضوعها. يعني انا معلش ممكن يكون ده مش موضوعنا، بس لازم ننوه لشبابنا وناسنا اللي قاعد طالع وقاعد يقول لي المقاطعه. ما تقاطعش المنتج اللي بينتج في مصر، قاطع اللي بتستورده من بره. انا النهارده ما اجيبش اكل كلاب وقطط من بره بالدولار واقول انا قاطع منتج بينتج في مصر. صحيح. مش عشان خاطر العلامه التجاريه. صحيح. بتاخد 2.5%، انا اضيع على بلدي 97.5. عندنا مشاريع ضخمه اتعملت، شجع الاستثمار. انت ما تقول حاجه زي كده واهل الشر يزقوك لمدينه مرتبطه برضه بمواجهه الافكار العشوائيه، لان الافكار العشوائيه الشائعات والتشكيك في انا النهارده لما بعمل شبكه طرق وبعمل موانئ وامن وامان وموفر الكهرباء وموفر الارض وعامل البنيه التحتيه عشان اجيب استثمارات من بره. فانت النهارده لما تيجي تقول لي انا بقاطع يبقى الاستثمار هيخاف يجي لي. صحيح. هيخاف يجي لي ليه؟ لان انت ما انت السوق خاص بنو. لا، ده انا لازم اديله الامن والامان في ان انا سوق خاص بنو. اي دوله في العالم يا فندم لما بتيجي تسوق لمنتجها بتشوف الذوق المصري الاول. فاحنا النهارده عملنا البنيه التحتيه السليمه اللي هي على ضوءها بقى نعمل مدن صناعيه ونعمل ونعمل ونعمل. فلازم تشجع المستثمر. صحيح. ما بتطلعش في ورا تفاهات ورا 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 دعوات في باطنها العذاب. يعني صحيح. انت النهارده فكر الاول قبل ما تقول، ولازم يعني فكر وشوف البلد عملت ايه، شوف المواني اللي اتعملت ايه، شوف المطارات اللي اتعملت ايه، شوف المستشفيات اللي اتعملت ايه، شوف قسم الشرطه بيتعامل ازاي، شوف النهارده انت بتيجي تطلع بطاقه بتعمل ايه. صحيح. شوف النهارده انت تيجي تعمل تروح سجل مدني الوضع اختلف ولا لا ازاي؟ شوف النهارده انت لما بتيجي تبعت شكوى في اي مكان بتبعتها من على النت النهارده. صحيح. الدنيا اختلفت. التحول الرقمي في مصر ده من اعظم المشاريع اللي اتعملت. النهارده في المحكمه في مكان بتطلع بيه شهادات وبتطلع بيه قيد عائلي وبتطلع بيه كل حاجه. احنا النهارده بدانا فعلا نتحول. ساعد بقى بلدك، وقف جنبها، وبلاش تردد اشاعات. لا يعني خليك ايه؟ خلي عندك الانتماء، والبلد فعلا بدات تزرع فينا الانتماء مجددا. لان طبعا كان انا معذور الشاب المصري لما كان يطلع من يشتغل ما فيش شغل وما فيش شقه وما فيش النهارده الحمد لله بقى في مجالات للرزق كويسه، بقى في مشاريع كتيره. صحيح. ده بالعكس، ده هو في مشكله ان ما فيش ايد عامله. يعني المبادرات كلها تصب في صالح المواطن المصري الكريم، وايضا ما تم على ارض الواقع يشهد به القاصي والداني. وان كان لنا مثال في مساله حياه كريمه والارتقاء بالمستوى الحياتي للانسان البسيط، وكان هناك مطالبه من الامم المتحده لتعميم حياه كريمه في كل الدول الافريقيه. طبعا الحديث يعني المفروض مزيد من الوقت، لكن اسمحوا لنا لضيق الوقت نرحب بالدكتور احمد البيلي ونشكره شكرا جزيلا على ان شاء الله افراد مزيد من الوقت في حلقات قادمه. شكرا جزيلا دكتور احمد البيلي عضو الاتحاد العربي للتنميه المستدامه. شكرا جزيلا. شكرا فندم لحضرتك. شكرا. أعزائي المشاهدين، كنا مع حضراتكم في برنامجكم مساحة للرأي. لنلتقي بموضوعات جديدة. لكم منا كل أمنية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.